هذا البزيل دمرنا دمار. اجوا وسووا مجاري ونفس الشيء يعني. وشوف هسه انت تشوف هسه قدام عينك، شوف هاي الزباله، شوف هاي، يعني وضعنا تعبنا حيل والله العظيم. ولو طب للاحياء بعد أسوأ، تعالوا شوفوا الاحياء دمار يعني. هسه احنا هسه مو صيف والجو حار، المايات لهنا يعني ما نقدر نفوت. احنا هسه بيباننا ما تقدر تعبر اصلا، يعني ما يصير هيك. وهذا مركز مدينه احنا، هاي يعني الاكرمين بمركز المدينه، هذا مستشفى التركي بصفنا، يعني شارع 80 بصفنا، شارع 60 بصفنا، واحنا معاناتنا معاناه. خوجانا الشتاء لا يا ابا شغله تعبانه، فد مره يعني فد مره متدمرين دمار. ونرجو من المسؤولين يعني يشوفونا، يعني ولو هيك خدمات بسيطه. عم بطلنا ما نريد يعني هيك خدمات بسيطه، مثلا سبيس، يعني اي شيء يسوونا اياه. والله تبهذلنا يعني بهذال، ودشوفون بعينكم انتم هالوضعيه هاي، وهاي الامراض وامراض السرطان، وهاي الاطفال ما تقدر يعني والله يعني جاهل يطلع يتدمر. وجدت المدارس، هلت الهله بالمدارس هاي، والله هي اللي يشوف هاي الزباله هو يتمرض، يعني هسه اللي يشوفها هو يتمرض، هي هو الشعب كله مريض من وراء مأساة ودمار دمار. نشكر قناتكم المفضلة. ناشد محافظ بابل غير يطلع يشوف مدير بلدية مجلس محافظة من طلاب هاي يوم يحفرون ويدفنون، وهالمجاري وهالرياح الوصاخة وهل يشوفون بعينكم أمامكم، غير يطلع محافظ بابل يشوف شنو الوضعية. أنت مدير بلدية شنو نايم نعسان، وين صريت؟ نطلع شوف هسه قاطنا ترابوات مجاري، لا خلفة الله عليكم، طلعوا نزلوا الشارع كافي عاد، مش عاد طقت روحه كافي عيب. انت محافظ بابل انزل شوف، انزل للشارع مجلس محافظه انزلوا شوف، هم لا طلاب تفوت ذيك المره خطينا طلاب هم طب سوا هاي المجاري شوفها طاير زين، امراض والصاخ بالشتاء تصير فد مره طينا ماكو فد مره تصير بالشتاء، بس تمطر راحت انتهت فاضت الشوارع، ذيك المره هنا فاضل حتى على الشوارع فاضل حتى هذا سد الشارع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هاي بداية حي الأكرمي، هاي من هنا إذا تشوفون هنا المفايات والأوسخة هاي من هنا لهناك تنتهي الحد بداية شارع أم البنين، هاي كلها هاي إذا صار الشتاء هذا الشارع يلغي، هذا كله يلغي، وهذا الشارع هم يلغي. ليش يلغي؟ يلغي من ناحية إنه هاي كلها يطق الجو مالتها الأساس، المياه الجوفية ومياه المجاري مال المناطق كلها هنا. هاي اذا طقت هاي كلها تلغي يصير الممر منك، فهاي يعني اذا تلاحظ هاي مننا كلها تجمع مال نفايات وتكرمون كلاب سائبه هنا تنام، لا يقدر واحد يفوت مننا طفل طفله ما يقدرون، المنطقه هاي اصلا ملغيه من هاي الجهه، يعني هي صايره باعتبار مكب لهاي المنطقه، لا واحد اجى شافها، لا مسؤول لا مختار لا اي واحد، لا واحد عالجها وقال انا اتكفل بيها، لا هي المنطقة نفسها اتكفلوا بيها نفسها على حطتها صار لها سنين لا اليوم ولا البارحة، كل ما يريد يسووها اذا تلاحظ هناك يأذوها بالزايد وما يسووا لها حل، واحنا يعني يشوفوا لها حل اذا اراد واحد يعاين لها ويشوفها خلي يسوي لها حل، يعني اذا ظل هيك فهي اصلا تنتهي بمرور الزمن، هاي اصلا تزيد سوء ما تزيد نجاح، كل ما واحد يقول انا اتكفل بيها يزيدها سوء ما يزودها نجاح، يعني انا اشدهم شيء لهم يعني خلي يشوفون اذا تريد تصور لهم هاي ها خلي يشوفوها، يعني هم شوفت عينهم بدون ما واحد يناشدهم لازم هم لازم يسووها مو الا واحد يطلع ويحكي.
شو نقول يعني شو نقول؟ واحدة اثنين ثلاثة، الماي الماي جايف، الماي جايف، دا نشرب ماي جايف، نغسل ماي جايف، دا عينا ما خلينا لا قنوات لا غير شيء، ماكو نتيجة، ماكو إذان صاغية تسمعنا نهائيا. وإلى متى؟ وإحنا حتى أيست من الحياة، أيست من كل شيء، أيست هذا الأكرمين، هاي حالة الأكرمين، حال المعلمين، مدرسة على جوا الطاهر جاي يفوتون بها هنا يعني نفايات وماي وخياس، يعني والله تعبنا، والله تعبنا سبو كافي، مرحبنا بكم وركضنا لكم وانتخبناكم وسويناكم وخليناكم من الحفاي الى ما صرتم مليارات. هسه دي كافي، التفتوا لبلدكم، التفتوا لشعبكم، يمو كافي ولكم والله كافي. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، ان شاء الله امر الله عليكم قريب ان شاء الله. هذه المعلمين وهذا حي الاكرمين وحي السلام، مناطق معدومة، شوف الوصاخة، شوف النفايات، شوف الماي الخياس، الان الماي عمي هسه الماي، الماي هسه قد ولا الماي جايف، والله شاهد صار شكتر من شهر من قبل عاشور لحد الان الماي جايف، ما خلينا رحنا لابو الماي اشتكينا، ما خلينا كتبنا للمحافظ فيسبوك يشتغل، ماكو نتيجة، ماكو حلول، ماكو كافي عاد هسه والله لعبة ارواحنا، نروح نغير نفس نغير جلاسينا ونقول مو عراقيين احنا هسه، مو كافي هسه، هاي المليارات اغنى بلد بالعالم، هسه المفروض هسه نمشي على احنا ثعيل، نمشي على ذهب، ليش مو كافي؟ هسه شيلتوا الدور، اطل جماعتكم، اطل للناس، اطل للمواطنين، اطل للشعب، هسه مو ترست عبوبكم، ترست عبكم، كافي عاد. واقع الأكرمين في مركز الحلة كحي يعني يصنف بالاعتبارات الصحية والاعتبارات الخدمية حي منكوب، وإحنا كثيرا راجعنا حكينا الناس تراجع، لكن ما تجد آذان صاغية عند المسؤولين، وهاي فت حقيقة غريبة أن الإنسان لا يعيش كريما في بلده. يعني الإنسان وين يعيش كريم؟ إذا أنت بلدك الثري الذي يسبح على بحيرات من البترول والموازنات، الموازنات الانفجارية، لا تستطيع أن تصلح حال هذه الخدمات البسيطة والخدمات الأولية، فبالواقع ماكو كرامة، يعني المسؤولين لا يتعاملون بمسؤولية مع هذه القضايا بحيث أن المواطن لا يشعر بكرامة كما ذكرت في بلده. وأنتوا صورتوا احنا مشاكلنا هنا متجذره ومشاكل حقيقيه ومشاكل ما عولجت علاجا صحيحيا وجذريا ابدا، تعالج علاجات وقتيه، علاجات تخديريه، علاجات تسكيتيه اذا صح التعبير، حتى تسكت المواطنين ما يراجعون ما يحجون ما كذا، وبعد مده تنفجر الامور من جديد. لاحظ هسه احنا نوقف على هذا محل البزل، هذا البزل يجمع المياه الآسنة بمعنى مياه المجاري زائد مياه الأمطار حتى يصب في بزل قريب من شارع 80، في شارع هو مركزي في حي الأكرمين يربط ما بين شارع 60 وشارع 80، عديم التبليط، عديم الخدمات، النفايات تملأ هذا الشارع كما أنتم صورتوا شفتوا مو من كل جانب. مضافا إلى هذا البزل راجعنا حكينا، الأخوة راجعوا، الناس حكوا وكذا، قاموا دفنوا البزل وفتحوا بزل بأنابيب لعله 12 أو 16 سنتيمتر أو إنج، وهذا لا يمكن أن يتحمل مياه المجاري مضافا إلى مياه الأمطار. وكذلك الطريقة والكيفية كانت كيفية بائسة بدائية، وأنت تلاحظ الآن التجمع، تجمع النفايات، وهذا هنا ما قدروا يستغنون به عن البزل، بقي كما هو، مضافا إلى وجود الأنبوب اللي هم خلوه على أنه أنبوب مجاري، وهذه قضية، مضافا إلى بعض الساحات الآن إذا أنتم ترحون الآن، أنتم على الشارع العام، إذا أخذكم الآن أنا ترحون إلى ساحات فيها قصب مليئة بالقصب بسبب المياه الآسنة، مياه المجاري، وطبعا هذا يلازمه القوارض والجرذان، يلازمه الذباب والباق، يلازمه تجمع النفايات، يلازمه ما يلازمه، وهذا كلها على حساب صحة المواطن.
انت الان اذا تفر الكاميرا شويه تدير الكاميرا وراك شوف هذا الغبار هذا اليوم كل زين في ايام الدوام هذا الغبار يتصاعد بحيث الانسان اذا يروح ويرجع يرجع ملابسه مليانه غبار فماكو شيء بصراحه ماكو شيء يدعو للبهجه للسرور للارتياح للامل وكل ما يروحون الناس يراجعون كل ما صير مراجعة يقولون إحنا عندنا برنامج وعندنا خطة وهو مجاري الحلة الكبير مشروع المجاري الحلة الكبير وهذا الحي مرتبط بمشروع مجاري الحلة الكبير بحيث ما يبلطون وكذا وماكو علاجات لا آنية الآن حقيقية ولا علاجات صحيحة وهذه النغمة إحنا صار سنين نسمعها وما نرى نتيجة بصراحة يعني ما شفنا نتيجة أبدا مع الأسف مع الأسف ما تعرفها مو يامن السولف جزاكم الله خير وأنتم مشكورين على الأقل إجيتوا شفتوا ويا ريت لو تنزلون بعد إلى الساحات الداخلية يشوفون أشياء بصراحة تدعو للاستغراب وتدعو للعجب يعني هذه كل الساحات اللي هي بالتخطيط العمراني يفترض تكون ساحات خضراء وأبيك الآن ساحات نفايات وتجمع الكلاب وتجمع الحيوانات والقوارض الناقلة للأمراض وما إلى آخره. هذه المنطقة اللي تسمى بالأكرمين اللي تبدأ حدودها من شارع 80 إلى شارع 60 ومن شارع الطهمازية إلى شارع المهندسين هذه المنطقة ما نقول منطقة وإنما منطقة منكوبة تماماً منكوبة من كل الأمور أولاً هذا البزل اللي صار كان قبل بالعهد السابق بزل محترم مسويت خبراء مهندسين يعني بطريقة فنية بعد سقوط النظام اجوا دفنوا هذا البزل خلوا المياه الجوفية تنزل على البيوت بحيث البيوت غرقت جابوا وقاموا يحفرون حفر اعتيادي من هذا الحفر البسيط بالحفارة وبين فترة وفترة يجون يديمون هذا الحفر وصار مكب للنفايات مكب للأوساخ كل الجريذية والقوارض اللي موجودة بالمنطقة صارت أليفة بالبيوت حتى تاكل ويا أكل العوائل هاي الشارع كل تراب اللي يشوفه لا مضروب لا مغطى بالسبويس ولا يعني فارشينه بالزفت تشوف هذه العصرية الظهر منا لليل الجو ما ينحمل نهائيا من الأتربة اللي هي صايرة ظلمة نهائيا ما أشوف ويعني هسه إذا أبو الكاميرا يشوفكم يعني من نماذج من السيارات شاعلة أضوية لأن على كثافة الأتربة اللي موجودة ما حد يقدر يقعد نهائيا الريحة الأتربة اللي موجودة اللي غاطة المنطقة سبالة الناس الأجهزة التكييف اللي موجودة عند الناس يعني خير البيت ما يعطل عنده كل 3 أيام كل 4 أيام لازم يصلح السبلت مالته من نتيجة الروائح اللي تنبعث من هذا البزل اللي موجود فإحنا يعني كانت قبل يعني قبل بالنظام السابق والله العظيم يا المنطقة كانت ممتازة تبليط موجود التبليط راح التبليط موجود لا أتربة لا أوساخ هسه احنا ما نريد كل شيء إذا الدولة ما تقدر على تبليط ما تقدر تذب سبويس ما تقدر تذب زفت على الأقل كل يومين كل 3 أيام كل 4 أيام تدزلها حوضية مع المي وترش الشارع لأن الناس بعد ما تطاق نهائيا وتشوف أكثر الناس هسه عرضت بيوتها للبيع
نتيجة ما تطاق لا بالتنفس. أصحاب الأمراض المزمنة راح تموت نهائيا من الأتربة ومن الريحة اللي موجودة. ما أعرف، إحنا مو عراقيين مو بشار، فأني هاي العالم كلها، هاي العالم كلها شاهدة على هذه الوضعية. يعني إحنا نقول والله العظيم هذول الناس اللي موجودين بالبلدية، المسؤولين اللي هم في 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 مقدمة الحكم داخل المحافظة، خلي ينظرون الله سبحانه وتعالى باكر شي يقولوا رب العالمين، خلي يجون يشوفون، قال هل يقدرون هم يقولوا ربع ساعة يقعدون هنا، ربع ساعة خلي يقعدون ويشوفون، شوفون الحالة اللي موجودة هنا. والله العظيم ملينا. أنا شخصيا عدة مرات يجون أهل البلدية اللي هنا، والله أبوس راسهم وأقول لهم عمي صدقة جارية سووها لأهلكم صدقة جارية، عمي بس كل شيء ما أريد تنكر يجي كل يومين كل أسبوع يجي رش المنطقة إلي هنا، بس هاي أريد، أو يعني أبسط الأمور هذه تنكر يجي، يعني هذه صعبة على العالم، صعبة على البلدية، صعبة على المسؤولين. عمي وقفوهم إنهم مسؤولين باكر أمام رب العالمين، شو يقولون؟ شو يقولون؟ يعني هاي المنطقة الناس الفقراء الكادحين ذول الشهداء اللي موجودين، أنا من الناس أول إنسان سميت هاي المنطقة منطقة الأكرمين. ليش؟ لأن كثرة الشهداء اللي موجودين بيها، كثرة الشهداء والشهداء أكرم منا جميعا، كثرة الشهداء سميتها أنا الأكرمين اللي موجودة، وهي هذا جزاة الأكرمين، هاي جزاة الناس، هاي البسطاء، الناس الشرفاء اللي ناس الكادحين. يخلي يجي واحد يشوف هاي المنطقة شنو، ما خلينا بشر ما قلنا له، ما خلينا بشر ما قلنا له. يعني عجزنا وملينا من المناشدات، يعني من وصلت مو يم المحافظ، من فوق المحافظ وصلت نفس الحالة. يعني يجون هذا البزل قبالك، يجون كل يوم من كتلاثة حفرة وطلعوا حشاكي الخيسة والوسخ، طلعوا هذبوا على صفحة على بيوت أو راحوا، اجوا ورا أسبوع نفس الحالة كذا. شوف الناس بلدية ماكو ما تجي، يعني كل أسبوع كل خمسة أيام كل ستة هيج يلا اجوا البلدية، وأكثر من أسبوع ما تطول. هاي شوف النفايات هاي قبالك بالشارع، أطفالنا تمرضت، الحشرات قام طب للبيوت، قام طب للبيوت، السباليت الأجهزة الكهربائية بين يوم ويوم عطلت، المحافظ طب لهنا، مدير البلدية طب لهنا، أبو الماء والمجاري طب لهنا، كلهم يدرون. أسأل بالله هسه إذا واحد منهم هذا ينبيته سواها لو ما يسويها، والله خلال يوم واحد ما يظل يسووها رأسا. هاي ليش المنطقة؟ شنو شبيها هاي المنطقة؟ شنو يعني منقرضة؟ يعني هسه إذا أجا من أي محافظة، أجا من أي دولة، أجا واحد يشوف عما هاي المنطقة أصلا غير صالح بيها البشر تعيش بيها، ماكو هيك. هاي الحيوانات بالشارع صارت، يعني أنتم وين؟ شنو نايمين؟ يا حكومة بابل اصحوا شوية، اصحوا شوفوا المحافظات، مريض، شوف أبو كربلة، شوف أبو النجف، شوف أبو الديوانية، شوفوا يعني ملينا ترى، ملينا والله. يعني المن تروح المن تحكي ماكو فائدة. يعني هم كلهم طبوا، المدراء والكبارية كلهم طبوا لهاي المنطقة، وكلهم شايفيها كل زين ويعرفوها. إلى متى؟ يعني المحافظة صارت أفقر محافظة بالعراق هي بابل، أفقر محافظة وأتعس محافظة. هاي شارع 60 مو بس أحكي على المنطقة كلها، هاي اليهودية شارع 60 كلها ترابة قابة تطلع. هاي تعال فد شوية المغرب، تعال شوف مالك مجال يطب للبيوت التراب، يعني يوميا قاعد ننظف هيك التراب صاير بالبيوت. يعني إلى متى هذا الشارع؟ يعني هسه مو رئيسي يربط سايدين من شارع 80 شارع 60، خاف عليكم ازدحام الطهمازية، خاف عليكم ازدحام شارع 80 كله. يعني شنو ليش ما ناسي؟ ها شوف ايش عرض الشارع وشلون، يعني ليش ناسي؟ شنو يعني ماكو فلوس تسووه؟ ما اعرف يعني الميزانية وين، هاي مال محافظة بابل وينها؟ من خلال قناتكم اريد الناشد، شكو مسؤول، المحافظ، مدير البلدية، مدير المجاري، منطقة الأكرمين تعتبر منكوبة وهي مركز محافظة بابل. يعني احنا منطقتنا مركز محافظة بابل، ومثل ما اشوف جنابك هذا النهار، الأوساخ، الخدمات مال النظافة كلهن صفر عندنا بالأكرمين. التبليط من 2017 ولحد الآن ما طبت ماكينة التبليط بمنطقتنا،
وهاي معاناتنا. يجون المسؤولين بايام الانتخابات، اي ابيكم خير وتدللوا صار وراح نسوي هيك وراح، وقبض ماكو، تنتهي الانتخابات وما حد يشوفهم، وهذا حالنا. زين المدارس هاي بعد يومين، هسه احنا ماكو مطر، خليج المطر، خليج المطر، وتعال شوف مصيبتنا، مصيبه هنا، هذا البزل يفيض، البيوت الساحات كلها تفيض، يعني حالتنا يرثى لها هنا، وخصوصا طلاب المدارس. والله معاناة دنعاني من هاي السالفة، مو شلون ما كان الريحة، حتى لو شايف الصبحية كود أسجل، يعني لو تشت وأشي يعني ما أطلع الكيا ماكو الصبحية، الريحة تقتل هنا، تقتل تكتل والله. خوش صحيح دائرة المجاري، صحيح يجونا كل ما هاي يجونا ماكو يكرون نيا وما شنو هاي، وشكو سدادات يسووها ماكو، وبعدين هم أتين شوف هاي المعاناة. والله يجينا أبو البلدية صدق يعني مأساة وراء، هذا بالقريضة يطم البزيل والبوار اللي عندنا كلها يطمها ويخلي ويروح، عود هو يكرفه، شوف هاي كرفه بشرفك، شوف هذا، شوف والله معاناة دنعاني من هذا البزل، بس الريد بواري مثل هذيك الصفحة. يا أخي هاي الأكرمين أصبحت يعني ما أعرف، لا هي بالدولة، ما أدري، ما مسجلة بالدولة، يعني ما أعرف، يعني دمرنا والله العظيم. هاي البزول يعني تراب، ملينا أطفالنا يوميا قاعد ناخذهم للطبيب، اختناق ربو صار عندهم. هاي البيوت يعني قامت الناس تبيع وتشرد، يعني حقها والله العظيم. هاي البزل، هاي المجاري، وين نروح؟ تعال شوف هسه، تعال انت بعد شويه ما تشوف واحد بالشارع، تراب، ويعني ما اعرف شو اقول لك، شو توصف الاكرمين، ما مهجوره، حكومه ماكو، يعني ما شاء الله بيها ضباط وبيها مسؤولين ومعلمين وناس يعني شخصيات، ليش ما يوصلوا لها؟ بس خي بلطون نخلص من هالتراب ومن هالمجاري. صح البزل فايدنا، فايد المناطق كلها، لان ماكو مجاري، انذب عليها مجاري، بس وصلت مرحله يعني لا ينظفوه، وسخه، تراب، هاك انت شوف بعينك. امراض، سرطانات، شو تريد موجود هنا بها الامراض من القيسه. دمرتنا هاي المرضى، تعبان الناس، يعني وضع حيل تعبان، الشارع هذا الشارع تعبان. هسه الشارع لو كل يوم ويا وجايين قاصين ويجي لنا دور التراب علينا، هسه بدال ما تقصوا نبلا شوي سبيسات عاد، شوي سبيسات عاد احسن من ما يوم ويا قاصين ويجين علينا التراب، واحنا من منطقه تعبانه بشكل زباله. شنو اللي ببالك؟ مجاري كلها بهذا البزيل، رخيصة مكرم سامع، شنو ببالك كلها بيه يعني؟ شو المنهج يعني؟ المنهج وين الدولة؟ وين؟ ماكو دولة يعني، كل دولة ماكو، كذا بيش اسم دولة، وين الدولة؟ لا هاي احنا بصف الولاية يا عمي، هاي الولاية احنا بصفها، هاي كل شيء ماكو، لا مي، لا كهرباء. اتقوا الله بهذا الشعب، لأنه الشعب راح ينفجر، وذا ينفجر كلكم ما تبقون بالحكم، فاتقوا الله بهذا الشعب. زين رسالة البلدية الحدلة، زين والمحافظ الحلة، شوية هاي المنطقة منتهية، مكرم السامع، الكلاب السايبة بالشوارع، الجريدية، هاي البيوت تدمرت، زين الدوام، التراب، التراب اللي دمر البيوت هاي، العالم كلها صارت ربو منها التراب هذا. زين وين شغلكم؟ وين عملكم؟ وين محافظ الحلة؟ الله ينتقم من عندكم إن شاء الله.